السادة والسيدة المستشارين، أنا سؤالي سيد الوزير كيتحدث في المقاولات الصغرى والمتوسطة، أما الشباب تكلم عليهم الزميل ديالي قبل. إذا السيد الوزير نسألكم حول برنامج عمل الوكالة الوطنية للنهوض للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وشكرا. الكلمة للسيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا سيد الوزير وعلى الملاحظة ديالكم، وكنشكرك على احنا ما كنخصوش من العمل ديالكم والمجهودات ديالكم اللي كتقوموا بها سيد الوزير، ولكن لا يخفى عليك السيد الوزير الدور الكبير والأهمية اللي كتقوم بها المقاولة الصغرى والكبرى والمتوسطة وكذلك الكبرى. المقاولات الصغرى والمتوسطة هي العمود الفقري، هي اللي كتساعدنا في اليد العاملة، هي اللي كتحل واحد العدد ديال المشاكل. إذا خاصنا نعطوها واحد يعني واحد قوة باش تكون ان شاء الله في المستوى المطلوب. حنا كان السيد الوزير فعلا كاينه المؤسسة ديال الوكالة الوطنية اللي كدور ديالها اللي منحصر في الدعم المقاولات والمواكبة والمصاحبة والتأطير والتحفيزات كذلك. ولكن كاين المشكل اللي هو دابا اليوم كاين السيد الوزير 8020 شركة ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة اللي هي تم الإفلاس ديالهم، هذه في 2017 و 2018 جاي أكثر. إذن هاد اليد العاملة اللي خدامة دابا عند هاد الناس هذه فين غادا تمشي؟ واش غادا اش غادا دير؟ زيادة على ذلك السيد الوزير كاين مشكل ديال لي زونتربريز الكبار، الشركات الكبار اللي هما ما تخلصوش واليوم كيعانيو مشاكل كبيرة، اللي هي يمكن كل شركة اللي عندها ما بين 400 500 عامل، و 400 و 500 غنضربوها في خمسة، راه كل واحد عنده خمسة ديال الأفراد اللي عايشين معاه في الدار ديالو، هي 2000 ولا 2500 كل اونتربريز. إذا هاد لي زونتربريز اليوم كيعيشوا مشكل كبير، اللي هما راه اللي في الحبس راه في الحبس، واللي غادي يمشي للحبس راه غادي يمشي للحبس، ما خلصوش الممولين ديالهم، ما خلصوش الضرائب ديالهم، ما خلصوش، عندهم واحد المشاكل اللي هي كبيره كبيره وكيعيشوا فيها. وكان خطاب ديال سيدنا ديال صاحب الجلاله واضح بان خاصكم تعطيو اولويات وخاصكم تخلصوا هاد الناس هادو. فين وصل الاجراءات السيد ديال خطاب صاحب الجلاله؟ فين وصل؟ وشحال كاينه من اونتربريز؟ إذا تقدر تعطينا السيد الوزير شحال من اونتربريز دابا اللي ما خدش شيء الاستحقاقات ديالها والواجبات ديالها، لأن دابا راها كتعيش يعني في واحد المشكل كبير، وحنا اليوم بغينا تبدلوا واحد المجهود أكثر. أما حنا كنعرفوكم خدامين بدلين مجهود الله يعاونكم، ولكن هذا المشكل هذا راه كاين وخاصنا نحلوا حل. شكرا سيد المستشار. وشكرا السيد الوزير. الكلمة السيد الوزير لرد على التعقيب. إذا سمحتوا غير نقطة على الشركات الكبرى اللي ما تتخلصش. سيد المستشار، المشكل اللي درنا الدراسة كان مشكل ديال التيفيا، كانت تعطل في التيفيا، الدولة ما كتخلصش التيفيا في الوقت. هذا العام تفتح مجال أنه التيفيا تخلص لجميع الشركات، كيمشيو للأبناك كنعطيوهم يعني الرخصة باش يمشيو للأبناك ياخذوا القرض من البنكة بالتيفيا ديال الدولة. أنا هذا المشكل هذا تحل. بقى مشكل كبير وهو يعني الدولة بعض المرات ما كتخلصش في الوقت الشركات. لكن ملي درنا الدراسة لقينا أن الخواص ما كيخلصش الخواص أكثر. هذه رجعت واحد المشكلة عندنا في المجتمع الاقتصادي، أنه الشركات حتى الخواص ما تتخلصوش بيناتهم. والأكثر ما كاين المشكل الكبير اللي كاين وهو في الخواص، أكثر ما بين الخواص وشركة يعني ديال الدولة. هاد المشاكل تندرسوها مع لا سي جي ام، وصلنا معاهم للنقاش ونتائج، كاين واحد النطاق اللي بين مع الدولة باش يمكن هاد الشركات الخواص ياخذوا بعين الاعتبار انهم الى ما خلصوش شي، الى جيتي تشوف المشاكل بيناتهم اكبر من المشاكل اللي يمكن لهم يتخلقوا في يعني مع الدولة او مع وحدين اخرين. فهاد المشكل دابا رجع معروف في المغرب، حتى واحد ما كيخلص كيلقى السبب انه التيفيا ما تخلصاتش او
ما تخلصوا الشهر ما كاين مشكل، ثلاث شهور ما كاين مشكل، ولكن دابا تنهضروا على سنه سنتين ثلاث سنوات ما بين الشركه. شكرا سيد الوزير، نشكر السيد الوزير على مساهمته.